بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين شان الدكتورة زين شوف بيزا عصير الدكتورة شوف السكر ولا عاوز يخس يشرب بدون سكر، عاوز يظبط نفسه ويشرب بدون سكر يعني الوزن وهكذا. بتنزل الدهون وتغسل الأورام اللي فيها والأورام الخبيثة والذنوب والسيئات كله ببعضه. بعد كده تعمل ايه يا دكتورة؟ تفتت الحصوات مع الكلى والمرارة وتغسل البنكرياس والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وكله زي الخبيزة. الخبيزة الجميلة اللهم صل وسلم على حياتك يا رسول الله. منعناش من فتش الهندسة كل حاجة، فبتخلص احنا بعمل شوية أفرم شوية مع يعني فرمة أفرم واحدة تدير واحدة الخبازة تدير المغرفة. هنا المية احنا غير وصف من غلط شهر لأي شخص. بسم الله الرحمن الرحيم. جمالها سلام يا سلام. اسمها عصير الحديد، عصير الحديدية، عصير القوية العزيزية المغنزية كلها. راح جميلة سبحان الله. تشرب بيرجة مسخنة، سكر بدون سكر، سكر بدون سكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا سيدي يا رسول الله. يعني الفضية النعناع تلاقيها مصاب السنة دي لو ما تغلب ايه في الكنكة او في حلة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وانت الشيخ الجزاك العافية يا رب العالمين. زي ما تعودنا يوميا نقول هذا الدعاء قبل الشرب عند الشراب يعني. بسم الله الشيخ، بسم الله العافية، بسم الله الكافي، بسم الله الرحمن الرحيم. لو سوي من أول الله معينها الله مزعجها الصيام قبل من الصيام. الله إني هذا الحج من خير الله. الله عشان تشرب بردة مسخنة رفع صمت على تكفى تخزير بردة من أكثر لك الأرواق والأكثر إن شاء الله. خبزة جميلة جدا جدا سبحان الله. بسم الله الشيخ، بسم الله نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو السؤال السؤال لا مش عارفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشيخ، بسم الله نعم، بسم الله الكاف، بسم الله الرحمن الرحيم. من غير سكر نزل الدهون بالقصار تفوق الجسم وتروق وقتها ما شاء الله. يا رب تقبل منا وربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه فرجعنا من فيه فرجعنا من أنفي. اللهم صل كما صلت أيوان بلواه استغفر بالدنيا والآخرة وصبر على ما أذاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.